ده ضغط. في حاجة كده؟ نهدى خمس بقى. في جرانومة تحتية غالبا. وبعدين العبرة مش انك يبقى عندك بنج وترش عليه، انت بتخدر العصب بتاع نفسه. هوريك بقى ليه مش هينفع نمشي دلوقتي. ده اول واحدة الحمد لله ما حصلش. تاني واحد يلا مركزة يا فاطمة. بس ما عملت نفس الفيديو. ايوه نفس الفيديو، ما عنديش مشكلة يا رب ما ينكسر دي بقى. دخل الجدع. نفسك من مناخيرك. هات القطنة كمان يا فاطمة بعد ما تخلص، بس استنى دلوقتي. الحمد لله على السلامة يا سيد الناس. يلا.